تسقلي، الاسم العائلي ديالي بكراوي، زوجة المرحوم حسن تسقلي، سيدة متواضعة تحب الفن حتى النخاع، زوجي الله يرحمه هو باش يبراني عليا يعني من العائلة ديالي. و بون الزواج ديالنا كان زواج ديال بكري، ما فيش حب قبل اولا شي حاجه، ولكن عشت احلى ايامي مع المرحوم حسن صقلي كانني عشت مع 70 سنه من العمر ديالي. حسن صقلي كان صديق، كان رفيق، كان الحبيب، كان الاخ، كان حياتي. قد نهضر على تنعيم ما نتقدش، وهذه بشهادة الجميع. كان يكون لي الاحترام، والزواج هو الاحترام. إذا كنت تحترمك زوجك إلا وتتكوني سعيدة وعايشة مزيانة، ما تنهضرش من الناحية المادية. وقلبه كان كبير بزاف، كان الحياة ديالو هي الزوجة ديالو. يعني تيقول لي أنت الروح ديالي، أنت النفس ديالي. أتل بوان حسن صقلي ما يقدش يخرج بوحدو، يعني لما كنت شبعت يقول لي ناقصاني شي حاجة. فلهذا الله يرحمه والحمد لله رضاته واقفة معايا وقيمته، بقى أنا عايشة بها لحد الآن رغم أنه توفى هذه 10 سنين. أنا سنعمل لبخوديكسيون، يعني عمر الشريف ما بغاني نمثل، ولكن جاتني هاد المناسبة واتصلوا بيا الصهرين على هاد الفيلم. أنا جاتني سوربريز، كيفاش هاد الناس تعيطوا ليا وأنا ما عاملة لا كاستينغ لا والو. بون قلت مادام دور مهم وإنسانة مهمة مغنية معروفة على الصعيد العالمي، علاش ما نديرش هاد التجربة؟ فعلا تقدمت والحمد لله تم الاختيار ديالي بواحد الشرف وبواحد الحب مع المخرجة نشات شيرين، مخرجة كبيرة يعني مخرجة إيرانية. يعني مني شافتني بحال ما عرفتش شنو شافت. أنا جيت سيربري رغم أن حسن صقلي عمره ما بغاني نمثل، ولكن قلت مادام غنلعب هاد الدور إلا وغادي يكون فرحان في القبر ديالو سي سيغ. يعني ربما ما كانش تيباني نلعب أي حاجة، مادام عندي الدور تاع أم كلثوم اللي نال الإعجاب ديال الجميع الحمد لله. قلت بوكوا با، هادي غنفرح بها راجلي في القبر. وفعلا غامرت والحمد لله داز كل شيء مزيان، يعني ما كان عندي حتى مشكل، كأنني تنمارس مهنة التمثيل سنين. هادي أنا بقيت مبهودة في راسي، ولكن الفضل تيرجع لحسن صقلي. بون السر هو ان تنقول رضاه الوالدين ورضاه راجلي. يعني المعلومات اللي كنت ناخذ من راجلي، انا راجلي كنت دائما معاه في جنبه في التوناج، يعني واخا ما تمثلش عني ديزاستيس ديال التمثيل. فلهذا هادشي كله ساعدني، تنتصلنا تنعرف المخرجه اشنو بغات. بعض المرات تنقول لها واش يمكن ليا عوض فاش ندير هادي كيف ما بغيتي انت ندير هادي عجبتني انا، فالا وتتاخذها بكل ترحابيه وتقول لي برافو مدام. ايوا كيف ما غنقول لك، انا محتاجه الماده ولكن انا فنانه حتى النخاع. اللي تتلقى شي حاجه اللي تتعجبك وفي المستوى ما عندها ثمن، هذا رايي انا الخاص. رغم ان بعض الناس قالوا مادام صقلي خدت 30 مليون او 40 مليون، مادام صقلي عمرها ما تتبع الفن، لان الفن سي تان ميتي كي نوبل. ليسونسييل كو جو سوا كونفانكو دو سو رول لا، لارجون سا فيان ابري. انا ما عندي حتى شي مصدر، ولكن عندي عزه النفس. بون كيفاش تنعيش؟ ملي نقول لك تنعيش لو جوغ و جوغ، نهار عدي ونهار ما عديش. بون جو نو ترافاي با، مي ربي كبير،
الحمد لله الحمد لله. باش يا باش غنمد يدي باش يعطيني الواحد. الحمد لله عطينا ربي واحد القوة، وعطيني الله واحد الصبر، وعطيني واحد الكبرياء. الحمد لله هذيك هي لا غيشيس، وعطيني حسن صقر اللي خلى لي حب الناس. هذه هي لا غيشيس ديالي، وخلى لي العائلة الفنية تيسولو تعيطو. والحمد لله لو سوتيا اللي عندي سي لو سوتيا فاميليال، سي ما فامي كيما سوتيا. فعلا لعبت بدور مع سي هشام الوالي، وكان البارتنير ديالي، وهذا شرف ليا ان البروديكتور يكون راشد الوالي، ولو بارتنير ديالي فلوغول مولاي عبد الله العمراني، ان غران مسيو، ان غران كوميديان. وقمت بالدور الحمد لله، وما كان عندي حتى شي مشكل. يعني هاد السيد تيزيد يزيدني قوه باش نمارس المهنه. بون هذا لو تيم ديال لو تيكست سي ان كور ميتراج، يعني واحد النبذه على حسن صقلي. وغاديش نقول حسن صقلي على الفنانه كاملين، لان نقول حسن صقلي بور موا سي تو لي زارتيست. بون ولعبت انا الزوجه، لو رول ديال الزوجه ديال بارتنير ديالي، والحمد لله كلشي داز مزيان في ظروف مزيانه. تنشكر من هنا السي رشيد الوالي والسي هشام اللي تاقوا فيا وعيطوا لي وعطوني عاوتاني فرصه اخرى. وعندي بعد دي بروبوزيسيون اللي جاوني، يعني كنت في واحد ليفينمون جيو دي بروبوزيسيون، ولكن سي با انكور كونفيرمي. وهذا شرف ليا، يعني ملي تنقول واش انا ممثله، تيقول لي انت راك ممثله غير ما عارفاش قيمتك. وهذا تزيد يشجعني باش نمشي في هاد الاتجاه ان شاء الله. ونتمنى نكون عند حسن الظن الجمهور المغربي وحسن الظن ديال لي زارتيست لي بروديكتور لي رياليزاتور، نكون في المستوى اللي بغيو شوفوني فيه. شوف الحب ملي تتحب شي حاجه ما تتكونش بروغرامي، tu aimes ou tu aimes pas. À tel point كانت عندو ستي الله يرحمها الحاجة زينب بن جلون التويمي، كانت تقول لي عافاك أوليدي لعب مع الوداد، الله يرضي عليك لما لعب مع الوداد. تقول لها الواليدة راني رجاوي، تتقول لي واخا لعب معاهم هادشي 4 شهور ولا 5 شهور بوغ فيغ بليزيغ لا فامي. هادي سيت اون انيكدوت، لأن كانت تضحك بها مع الوالدة ديالو الله يرحمها في هذا النهار ويرحمهم جميعا. وأن لوسي كان هو المدير ديال الملعب الشرفي سيدي حميد الصقلي. يعني العائلة كلها سبورتيف دي زانتيليكتويال، ناس الله واصلين لواحد القيمة في التواضع في المعاملات، يعني ناس تيغ تيغ، رغم أن المستوى ديالهم ما تنهضرش على المستوى المادي، المستوى الإنساني والأخلاقي والفكري. الحمد لله هادشي اللي غادي نقول لك. بو حسن صغلي بغيت نهضر عليه خصني سنين وسنين باش نهضر عليه، ولكن تنشكركم، تنشكر أنوار اللي جريدة إلكترونية واللي شرفتني واستدعتني باش نهضر شوية شوية على راسي وعلى عائلتي. ونتمنى لهاد الانوار تكون منوره ان شاء الله عند الجميع، ونتمنى حتى حنا نكونوا عند حسن الظن ديال الجميع.